عجبك باش كتشوف الفرحه الحاليه من جميع جهود. انا اليوم فرحان كثير حيت غنقدموا الحصيله من ساعه سنتين اللي الحمد لله كانت حصيله مهمه لازمنا عليها 18 19 غنجبروا بان 5 الالقاب في ظرف 3 سنين يعني قليل الانديه اللي يمكن يحصلوا على هاد النتائج هذه. وفي نفس الوقت شفنا واحد الحمله انتخابيه في المستوى الكبير مع ثلاثه ديال المرشحين اللي بطريقه عصريه ديمقراطيه قدموا البرامج ديالهم. واليوم غيكون عرس اخر في الديمقراطيه حيت المنخرطين غيختاروا اللائحه اللي كتبان لهم والرئيس اللي كيبان لهم في المستوى. هاد الاخوان كلهم رجاويين كلهم اصدقاء واللي طلع فيهم ان شاء الله يقدم الكثير وغيزيد للنادي الرجاء الى الامام. شنو خرجت الوضعيه الماليه الحاليه ديال الرجاء خصوصا الرجاء عانت في السنوات الاخيره؟ والحمد لله لا شفتي الارقام اللي بحال اللي قلت لك هاد الخمسه الالقاب وهاد البيع للعابه يعني عطى واحد السيوله الماليه اللي يعني فكات مشاكل كبيره. دخلنا في مشكل 2013 2014 طلبنا تقريبا 7 سنين وثلاثه ديال الرؤساء اللي واحد مورا الاخر مورا الاخر اللي يعني حاولوا كل واحد يقدم واحد شي شويه باش خرجنا تقريبا بصفر نهائي من المشاكل. هذا كيعطينا كيقول لنا بان خصنا على يعني في المستقبل نقوموا بواحد الدور يعني كمنخرطين ونساعدوا الرؤساء اللي غيجيو باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس المشاكل. شكرا.